كل المجاميع كل المجموعات الحقيقة يعني صعبة جدا، وده دليل على أن المنافسة في البطولة مش سهلة عشان الناس اللي بتحمل منتخب مصر كتير. يعني أنا عايز على فكرة ننتقد جدا، يعني أنا مش ضد، بالعكس أنا يعني أنا أكتر حد بينتقد في التاريخ، بس تنتقد صح وتبقى عارف إن في لاين تاني مع النقد اللي أنت بتنتقده اسمه صالح عام للمنتخب، لأن أنت المنتخب النهاردة إحنا بننتقد ليه؟ عشان نقول له اضغط على كيروش، عشان نقول له غلط تلعب بالطريقة دي، غلط تريزيجيه يبقى في نص الملعب لما لعب قدام نيجيريا كده، غلط إنك تنقل مصطفى محمد يلعب وينج رايت، غلط إن أنت ما تديش لرمضان صبحي في البطولة دي، هو أجهز وممكن يبقى إيجابي أكتر من مرموش. فهو عشان كده عمل إيه؟ قعد مع مرموش. أنا الضغوط اللي احنا بنعملها بتصفر، أو تاني ماتش ملعبش تريزيجيه في نص الملعب وبدأ بعبدالله السعيد جنب السلية وجنب النني. فإذا الانتقاد بتاعنا جاب نتيجة، حتى وإحنا بننتقد وبنتكلم على طريقة 5-5-0 واتريقنا على ما عرفش عندنا الصورة دي ولا لأ، السكور شيت اللي هو قدمه قبل الماتش للصحفيين عشان يعرفوا التشكيل، فالجرائد الأوروبية والجرائد الإنجليزية هو طلع كيروش اتكلم واتريق وقال لك أنا بقدم الأسماء لكن مش هحط طريقة اللعب بتاعتي على الورق عشان اقول للمنافس انا هلعب بأنا طريقة دي، انا بقدم الورقة دي قبل الماتش بساعة ونص. يعني هو معناها ايه؟ اتهز من الكلام اللي اتقال، اللي اتنشر في كل حته في العالم، واتنشر في ذا سان، واتنشر في كل صحف الانجليزيه اللي هي بتهتم جدا بالبطوله، وخصوصا بمنتخب مصر اللي بيلعب فيه نجم كبير جدا زي محمد صلاح، خد بالك. فعلشان كده هو النهارده في المؤتمر الصحفي فرد كيروش للقصه دي واتكلم وقال لك انه يعني انا في حاجات مذهله، ده انا دي نكت بالنسبه لي، وانا هعمل كتاب بعد البطوله بفكر عشان اقول فيه النكت اللي انا تعرضت ليها في البطوله دي، وان دي نكته من النكات او النكت اللي هو اتعرض ليها، انما هي مش نكت، هي اسقاط. يعني احنا عارفين ان انت ما لعبتش بطريقه 5-5-0، واحنا مش مجانين يعني، بس اسقاط من كتر ما انت قاعد مقفل في ماتش نيجيريا وقلقان جدا ومتاخر جدا في تغييراتك ومغير مراكز اللعيبه وعمال تقفل في الماتش وعمال تعمل، فاحنا خدنا الورقه دي كاسقاط ان انت بتلعب بطريقه 5-5-0، لكن احنا عارفين، ما احنا عارفين انت بتلعب بطريقه 5-5-0. الورقه دي اهي، هي دي الورقه اللي اخذتها وهي فوق التوقيع بتاعه اهو كارلوس كيروش، ودي الورقه اللي تناقلتها الصحف ووكالات الانباء وقال لك انه كيروش بيلعب بطريقه 5-5-0، وقعد يتريق يقول لك صلاح بينزل لبعد نص الملعب عند منطقه جزائه عشان يستلم الكره عشان يعرف المنتخب المصري يبني هجمه في مواجهه المنتخب النيجيري. فاذا احنا لما كنا بننتقد اهو كيروش رد، معناها ايه؟ انه خد باله ان احنا بنقول له انت بتلعب طول الوقت بطريقه دفاعيه بشكل مبالغ فيه، وده غلط. ليه؟ ان انت تبقى عامل حساب لكل حاجة، ده رائع جدا على فكرة، يعني مهم. يعني لو انا اللي بمرن المنتخب مش هفتح، يعني مش هلعب بقفشة وعبد الله السعيد واجيب احمد ياسر ريان والعبه جنب مصطفى محمد ومحمد صلاح وزيزو في اليمين ورمضان صبح ومرموش في الشمال واسيب الدنيا ورا عريانه، يعني مش هعمل كده، هبقى متحفظ اكيد وهبقى عامل حساب ان في سرعات وفي قوه وفي لعيبه جامده جدا في المنتخبات الافريقيه اللي هقابلها، بس هلعب بتوازن. يعني برضه انا عندي امكانيات قويه وامكانيات بشريه وامكانيات هجوميه، لازم برضه اظهر شخصيتي في الملعب، وانا اللي اركب الماتش وانا اللي اخليه يلعب عليا مش انا اللي العب عليه. هي دي كانت اعتراضنا مع كيروش، ان انت بتغير في مراكز اللعيبه فقللت حتى من ادائها الطبيعي، يعني سيبك حتى من الخطه معترضين او متفقين عليها، ده مجرد حتى ان انت غيرت مراكزهم فانت ادائهم الطبيعي، اذا كان هم بيادوا ادائهم الطبيعي بنسبه 80% فانت رجعته ل 40%، لان مصطفى محمد لا يمكن يلعب وينج رايت، مستحيل، مش هيعرف يعملها، ولا تريزيجيه هيعرف يلعب في نص الملعب دلوقتي وهو مش جاهز وبالطريقه دي ومحتاج سرعات ومحتاج شغل ومحتاج يضغط، صعب جدا، هو مش جاهز بنسبه 100%، فانت غيرت في مراكز لعيبه خلت اداء اللعيبه يقل، فعشان كده احنا بننتقد. فلما ننتقد خد باله، فلما خد باله ايه اللي حصل؟ بدا يركز، رجع الماتش اللي فات كل لعيب لمركزه. لسه اللعيبه ما ظهرتش المستوى الطبيعي، لسه محتاجين روح اكتر من كده، لسه محتاجين سرعات اكتر من كده، ممكن تحصل شويه حاجات في التشكيل. خلينا اقول لكم التشكيل دلوقتي، ده طبعا تدريبات منتخب مصر واحنا عندنا التشكيل المتوقع، عايز اوريه لكم برده اذا كان جاهز، ما اعرفش هو جاهز ولا لا. هو الراجل بدا يعني كمان لما اتكلمنا عن مرموش وان هو اول ماتش اداله طول الماتش وهو كان من اسوا اللعيبه في الملعب كان لازم يغيره، ما غيروش. لما اتكلمنا على الماتش اللي فات، ننزل بالتشكيل يا جماعه كده وانا بتكلم، ده التشكيل المتوقع لينا اهو. الشناوي في حراسه المرمى، عمر كمال في اليمين،
احمد حجازي ومحمد عبد المنعم في القلب لغياب الونش للاصابه طبعا، ايمن اشرف في الشمال، النني والسوليه، وهيلعب باحمد سيد زيزو بنسبه كبيره جدا في نص الملعب. هو لسه مدي مرموش اخر فرصه ليه يلعب ناحيه الشمال، صلاح في اليمين، مصطفى محمد في الهجوم. ادي التكوين بتاع الملعب بطريقه 4-3-3 اللي هيلعب بيها كارلوس كيروش. هو النهارده مدي لزيزو بعض الصلاحيات، هيلعب السوليه جنب النني متاخرين قدامهم شويه، في مركز 8 هيبقى احمد سيد زيزو استغلالا لسرعته وتمويهاته وبساطه، وزيزو من اللعيبه كمان اللي بتشوط من على خط ال 18. السوليه ممكن يساعد في ظل التراجع المتوقع لمنتخب السودان ناحيه الشمال مع عمر مرموش ومع ايمن اشرف، او ايمن اشرف لما يتقدم السوليه يغطي. كمان النني هيساعد ناحيه محمد صلاح وعمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين شويه. وان كنت انا يعني شايف انه حمدي فتحي ممكن يشارك في المباراه دي على حساب النني، يعني وجهات نظر، انما في الاخر ده التشكيل المتوقع. لازم مش هيفرق يعني النني ولا حمدي فتحي، بالنسبه لي مش هيفرق، المهم ان اللعيبه تلعب في مراكزها وتطلع اللي جواها، يعني تلعب على الاقل بتمارين 90% من المستوى. لو ده حصل احنا هنكسب السودان بكره بنتيجه طيبه وهنعمل ماتش كويس، يعني من غير فتي ومن غير فزلكه ومن غير قصص. فهو الراجل بدا يلمح ده، فجاب مرموش قاعد معاه قال له خد بالك ان انت راجل بتحرجني، انا بديك فرص وانت مش عايز تستثمرها، انت اكتر لعيب اتقطعت منه الكوره، اكتر لعيب مش متعاون مع زمايله وفق التقارير حتى اللي بتجيلنا من التقييم اللي بيجيلي من المحللين الاداء بتوعنا، فانت عامل لي مشكله. هو مصر على مرموش لانه هو بيعتبر هو اللي اكتشفه، هو اللي اظهره، وده حقيقه، ده حقيقه. يعني احنا كنا عارفين ان في لعيب اسمه عمر مرموش لعب في وادي دجله وبعدين راح لعب في اوروبا وبعدين راح شتوتجارت، في الاخر عارفين القصه بتاعته، لكن انه يروح منتخب ويظهر واول ماتش على حظه فيجيب جون في ليبيا، وجون حلو قوي يعني شوطه قويه جدا وكانت يعني ملفته جدا فساعده جدا، فلازم كمان مرموش هو يساعد نفسه. فبدات الناس دلوقتي تزوم على مرموش منهم احنا، فبنقوله طب هو فين رمضان صبحي؟ طب لو تريزيجيه اللي بدا افضل ولا مرموش افضل ناحيه الشمال ويلعب تريزيجيه في مكانه الطبيعي بشكل صريح جدا؟ الافضل. لكن الراجل هيدي برضو مرموش الفرصه، ممكن يكون بيجهز تريزيجيه للادوار التاليه لدور ال 16، وده ماشي مطلوب، كلنا متفقين وانا من الناس المتفقه ان الدور الاول بمثابه اعداد قوي لمنتخب مصر اللي بنتابع تدريباته النهارده وامبارح وشغال ومركزين جدا جدا جدا. فمنتخب مصر الحقيقه مقتنعين ان الدور الاول ده هو الاعداد للادوار التاليه.